اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه طعم تاني كده وفيه روح تانيه. الملوخيه احنا عارفينها المصريه دي لا يعلى عليها، بالطشه بتاعتنا بالفراخ باللحمه حكايه. ولكن ملوخية ورقية من المطبخ الشامي سواء من الإخواننا السوريين أو اللبنانيين، يعني إيه ملوخية تتعمل ورق، تتعمل بالدجاج أو باللحم؟ أكيد دي مدرسة. فتعالوا تشوفوا هل هي إيه الفرق بين الاتنين، وهل في طريقة السوى مختلفة، وهل الملوخية لما تبقى ورقية مش هنعرف ناكلها؟ تعالوا تشوفوا الموضوع ده إن شاء الله، تفاصيل عمل الملوخية الورقية أو البيروتية باللبناني. هنعملها بالدجاج النهاردة ونشوف إزاي الطرق عملها بطريقة سهلة وبسيطة. عدل الاكله دي مع الدجاج رز بشعريه، انا بحبها كده. لما اتعمل معاها رز بشعريه باخد اجازه واقعد في البيت عشان اكل الاكله دي. معانا النهارده الجرجير. الجرجير مع البرجر اكيد يعالج انيميا، وسلطه البرجر من الحاجات المهمه، والبرجر مفيد جدا. فتعالوا نعمل سلطه الجرجير بالبرجر النهارده، واهم حاجه نشوف الجرجير بتاعنا اللطيف ده لما يتغسل قبل التقطيع، ونبدا نضيف له عصير الليمون مع زيت الزيتون. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا النهارده. المطبخ بتاعنا التنوع فيه مطلوب. هي الملوخية واحد عند الراجل بتاع الخضار، الرز واحد في قلبة السوبر ماركت، ولكن تنوعك في المطبخ بيخلي ولادك وجوزك وضيوفك ما يميلوش انهم ياكلوا في البيت. فانا دور النهاردة بنفس المقادير بنفس المكونات نعمل الطبق بتاعنا بطرق مختلفة وبطعم تاني، يعني تفاصيل صغيرة ولكن طعم كبير وشكل جديد. انا مش عايز اطول حضراتكم لان فيها شغل كتير النهاردة بجد، وفيها سنس كده وفيها نوع من الخبرة. الملوخية الورقية بالذات إذا ما زبطتش ولازم نشيل العرق منها، عكس الملوخية المصرية. الملوخية المصرية لازم يبقى فيها كده المخاط بتاعها وفيها العرق بتاعها وهي طالعة ما تقطعش مننا. الملوخية البيروتية لازم نشيل العرق ده، عشان نشيله في خبرة طهوية هنا. هنطلع فاصل صغير، هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة ممكن ناكلها مرة في الشهر. التغيير مطلوب في ان احنا نعمل نفس المكونات بتاعتنا بطرق مختلفة. معانا الملوخية البيروتية او الملوخية الورقية بالمسميات بتاعتها في بلاد الشام، نشوف نعملها مع بعض ازاي بالدجاج وتتعمل باللحمة. الملوخية من خير ارضنا، دي الاساس عندنا. معانا ملوخية لطيفة زي دي كده، بنجيب الملوخية زي ما هي بنورقها، ومعانا فراخ سليمة، ومعانا زبدة أو سمنة وزيت، وطبعا عدلها رز بشعرية، الرز والشعرية معانا، والبهارات بتاعتنا، ومعلقة فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء، وتوم صحيح وتوم مفروم الاتنين، وبصل ناعم. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة، الكمون ممكن يعني اختياري. الملوخية بنجيبها من عند الراجل بتاع الخضار تتغسل زي ما هي سليمة، من فضلك تغسليها زي ما هي سليمة. بعد ما بتغسليها سليمة بتنشفيها، بعد ما بتنشفيها كويس، ولازم تجيب الملوخية اللي زي معايا دي ما تكونش مخرمة. ملوخية بسم الله ما شاء الله زي الفل، صيفي بس حلوة قوي على فكرة. بنجيبها بنورقها بالتوريقة دي كده، وبلاشها العروق اللي في الورق دي بلاشها خالص، مش عايزينها. بعد ما بتتورق كويس بنسيبها تنشف شوية. بعد ما بتنشف وتبقى بالشكل ده كده، الخطوات الصعبة بعد كده. دي الملوخية جاهزة معانا. يبقى أول مرحلة بنشتريها تتغسل سليمة زي ما هي، تنشف نورقها تبقى معانا بالشكل ده كده. دي خطوات عمل الملوخية الورقية. الأكلة دي نجربها، أنا شخصيا بحبها. تعالوا نشوفوا إزاي. الأول نسلق الفراخ، نكسب وقتنا كده. معايا حلة بتغلي على النار فيها مية بتغلي، معانا بوكي جرنين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، كل ده علشان ناخد شوية شوربة حلوين، لأن الملوخية دي برضو عدلها شوربة. الشوربة اللي هنحطها عليها بعد ما نحمرها. هنحمر الملوخية يا شيف؟ طبعا هنحمرها، ونشوف هنحمرها مع بعض ازاي. ادي الحلة بتاعتي فيها البوكي جرني من كل الخضار اللي موجود عندك. حلو، ناخد الفرخة الحلوة دي كده الجميلة، تعالي يا حلوة. بعد ما نغسلها كويس بنحطها مع ورق لورو مع حبهان، نخدم عليها يعني عشان عايزين في الاخر شوية شوربة حلوين. اهو ده ورق اللورو، البصل والثوم، الفص الثوم الني في قلبيها كده يبقى لطيف، لان الشوربه دي هعمل منها الرز بالشعريه.
الشوربه دي هعمل منها الملوخيه، الشوربه دي ممكن تقعد معايا لتاني يوم اعمل بيها لسان عصفور زي ما انا عايز، وفي نفس الوقت تبقى الفرخه لها طعم حلو كده، لان احنا ممكن نفصص الفراخ دي في قلب الملوخيه عكس الملوخيه المصريه بتاعتنا، او نقدمها سليمه جنبيها. ولكن يفضل طبعا عشان اخواننا الشوام ما يزعلوش الفرخه دي تتفصص في قلب الملوخيه، وممكن تعملها بصدور فراخ على فكره. انا هسيبها زي ما هي كده. ناخد الملوخيه بتاعتنا اللي احنا ورقناها بالشكل ده كده، معايا فصوص الثوم بخليها على جنب عشان فصوص الثوم ديت انا بعد كده هقطعها وانزلها على الملوخيه. يعني خمس ست فصوص ثوم بيبقوا عنوان كده في قلب الملوخيه عاملين زي اللوز. معايا السمنه والزيت على النار، حلو بالشكل ده كده. ملوخيه، دي الملوخيه اهي في قلب كده تتحمر. تاخد التحميره دي كويس، ايه الكلام ده يا عم الشيف؟ ده انا اجيب المخرطه واخرط وديه توجعني، ولو جوزي في البيت تعالى يا سي السيد اخرط لي الملوخيه. مش هنعمل الكلام ده خالص، هنقلبها ونحمصها. واحنا بنقلبها كده بتلاقيها هبطت، فلازم تورقي شويه كتير، يعني خلي بالك الموضوع هنا مختلف. اللي انت شايفاهم كتير دولت اول ما يتحمروا على النار هتلاقيهم خسوا. ونار شديده كده ونقلب. الله، ايه الحلاوه، انا شميت ريحه الملوخيه قبل ما اكلها. اخواننا في لبنان وفي سوريا الشوام يعني عموما يحبوا يحمروا الباميه تبقى عامله زي الفستق الحلبي كده خضرة في قلب الصلصه وفي قلب اللحمه والتسبيكه بتاعت الطماطم، ونفس القصه مع الملوخيه تتحمر وبعدين ننزل عليها بالشوربه وبالتومه والبصله. ده الكلام ده يتحمر دلوقتي بعدين. شفت الملوخيه راحت فين؟ نبدا نحمر كده على نار شديده لغايه لما الملوخيه تبقى ايه متحمصه، ويقطع منها الخيط اللي احنا عارفينه بتاع الملوخيه. ولازم تكون نار شديده. عكس الملوخيه المصريه لما بنعملها طبعا لازم ما تقطعش مننا. بالشكل ده كده التحميره دي مطلوبه. بنروح عند الراجل بتاع الخضار، الراجل الطيب، بنلاقي عنده الملوخيه دي او في السوبر ماركات الكبيره الملوخيه دي متورقه وناشفه زي الملوخيه بتاعتنا برضو، الملوخيه الناشفه هي نفسها. طب نستخدمها ازاي دي يا شيف؟ دي طازه معاك، بتجيبيها زي ما هي كده ناشفه من عند الراجل السوبر ماركت، بتبقى موجوده في اكياس، تخلي بالك ما تكسرهاش، تاخديها زي ما هي، تنقعها في شويه ميه عشان تتخلصي من الاتربه والحاجات اللي فيها، وبعد كده ما تنقعيها تشيليها تصفيها ما بين ايدك كده، وبعدين تشتغلي فيها زي ما انا شغال كده بالظبط. التحمير ده مطلوب. تسيبيها على النار كده واحنا بنشتغل. التحميره دي مطلوبه خلي بالك لغايه لما ميتها تنشف وانا شغال كده. بنجيب طاسه تانية ونحط فيها فصوص الثوم، لان طبعا دي روحها الثوم خلي بالكم. واسيبها على النار، طاسه كده جانبي، ونحط معلقتين سمنه بلدي ومعانا ثوم صحيح وثوم سليم. الثوم ده يتقطع، دي طريقة سهلة وبسيطة يعني. معلقة سمنة حلوة، نفس المكونات اللي ممكن تشتغلي بيها في المطبخ عادي، ولكن الشكل والطعم مختلف أكيد. معلقة سمنة حلوة كده، من وقت للتاني تقلبي الملوخية، لو طلعت شوية مية صفيهم مش عايزينهم عادي. نشفت ازاي دي بقى في قلبيها صدور الفراخ، ولا تتعمل مع الشيش كباب، يا ويلي
حته لحمه كده ملبسه حلوه بيت كلاوي تبقى لطيفه وجميله. السمنه معانا التوم السليم ده كده تقطع فصوص في قلبيها، بتجيب حبايه فلفل رومي حمراء تعملها فلفله او تشتريها جاهزه مفيش مشكله، لازم عن الفلفله الحلوه. ويا سلام بقى لو جودت قوي زي الريف السوري كده والريف اللبناني يعملوا ايه؟ يجيبوا بصله يشوها وبعد ما تتشوي كويس نهرسها في قلب الملوخيه، راحت في مكان تاني خالص، خدت الجنسيه الشاميه. بصلايه مشويه حطيها في قلب الفرن تتشوي او على عين البوتاجاز، بعد ما تتشوي اضربها في الخلاط بقت بوريه او اهرسيها حطيها في قلب الملوخيه. انا بقول لك على افكار حلوه ولمسات حلوه تخليكي تنفردي انت بس في قلب العيله بالاكله الحلوه دي كده. ده التوم معانا وده التوم برضو صحيح بناخده كده. توم سليم وتوم بالشكل ده كده اهو. الله، ما نزلتوش ليه مع الملوخيه يا شيف؟ يعني انا بكسب وقت، انما لو انت في البيت ده كله بيتحمر مع بعض. والتومه بتتحمر كده اهو بالشكل ده كده، بنزل عليها بكزبره ناشفه دي. تاخد كزبره خضراء يا شيف اختياري، عايزه تحط كزبره خضراء اهلا وسهلا، دي مدارس بقى. دي خالص دي الطشه بتاعت الملوخيه دي غير الملوخيه العاديه بتاعتنا المصريه، ما اسمهاش ملوخيه عاديه اسمها ملوخيه مصريه، في اي مكان في العالم واخده الجنسيه المصريه معروفه. ملوخيه تحت المخرطه بسيرك تيجي تتخرطي تنزلي على الشوربه مغليه وتاخد الطشه اللي هي التومه طماطميه مبشوره كزبره ناشفه، انما دي مختلفه. نقلب سهله. اخرط ليه ملوخيه بقى واوجع راسي؟ الشوربه عندي بدات تطلع بتاعت الفراخ زي الفل. تستلق الفرخه كده مع الحبهان والورق اللورو والبصل والثوم والفلفل، واخد شويه شوربه حلوين، كرفسي ماشي، روزماري ماشي، جودي على الشوربه، توصي بيها، اشتغلي عليها، لان السر في الموضوع هنا شوربه برضه. شوربه حلوه الملوخيه بتاعتك حلوه. نقلب هي كده استوت تقريبا، بس طبعا لما تغلي مع المرق دلوقتي بتاع الفراخ والتومه الحلوه دي تنزل في قلبيها. شفت الله الله لسه ما خلصتش زي ما احنا كده اهو. شفت هعمل بقى التركايه دي كده اهو ده اهو ده شويه دول كده انزلوا هنا كده. الله حلوة. نقلب. ايه السرعة دي يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش. ملوخية زي الفل كده تمام اهي. بعد التحميرة نزلنا عليها بالتومة ونسيبها تكمل سواها عادي. شفت التوم في قلبها حلو ازاي؟ متحمر وجاهز. الملوخية هنا خدت طعم التوم، خدت كمان بواقي التوم بشوية شوربة، واسيبها على النار زي الفل لغايه لما ميتها تنشف شويه عشان ننزل نغذيها بقى بالايه؟ بالمرقه بتاعه الفراخ اللي هي الشوربه بتاعه الفراخ اللي انا مهتم بيها قوي. عدل الاكله الحلوه دي اللي خدت شغل والسهله هنعمل معاها شويه رز بالشعريه بشوربه الفراخ، ومعانا سلطه جميله النهارده سلطه البرجر بالجرجير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم لحكاية الملوخية الورقية أو البيروتية بالدجاج. نعم طارت من الحلة. المخرج بيقول لي الفرخة فين؟ الفرخة دي كانت معانا من شوية، راحت فين؟ من حقك تسأل عليها، دي طبعا من ضمن العهدة. فرخة فين؟ هو ده الكلام. الشوربة خدتها من الفرخة.
الفرخه راحت للمساعدين بتوعي يجيبوا لي صدر الفرخه، صدرين يعني متقطعين ومتنسرين، والاتنين ورك هنحمرهم ونحطهم على وش الرز بالشعريه. لازم تعرفوا التفاصيل من حقك. كان من دقيقتين يا عم الشيف معانا فرخه في قلب الحله بتستوي، راحت فين؟ راحت يتعمل فيها اللي انا بقوله ده كده. هناخد الصدرين بتوعها يتفصصوا، وبعد ما يتفصصوا ونشيل الجلد منهم بتنزل على الملوخيه دي وتتقلب معاها. دي الملوخيه بالدجاج على اصولها زي ما قال المغازي. الاتنين وراك بتوع الفراخ بيتحمروا في معلقه سمنه مع معلقه فلفله حلوه ونزين بهم الرز بالشعريه. عرفتوا بقى القصه؟ تمام، عشان اللي قاعد بس دلوقتي ما دخلناش في ايه يقول لك الشيف. حلو ده، انا عايزها كده. الشوربه بقى بتاعه الفراخ هنا معايا، هعمل منها شقين. الشق الاول ان انا هغذي بيها الملوخيه دلوقتي، الشق الثاني هعمل بيها الرز بالشعريه. عرفت خطوات العمل شغاله ازاي؟ ادي الشوربه، لازم الملوخيه تستوي في قلب الشوربه دي، ونسيبها على النار لغايه لما الشوربه دي تتاثر، يعني تبقى تنشف شويه. شفتي؟ الله، تاكلي صوابعك وراها. طعم الفراخ نفس الطريقه، ممكن تعمليها باللحمه زي ما انت عايزه. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض الملوخيه. للامانه والمصداقيه اللي تعودنا عليها على شاشه القناه الاولى، صدر الفرخه رجع في الفاصل سقطته في قلب الملوخيه. بعدها بالشكل ده كده، بص عليه. لا، الفرخه رجعت لوضعها ما تقلقش. ده صدر الفرخه. الله عليك يا عم الشيف، ملوخيه بالدجاج، ولكن نقول جنب ملوخيه ورقيه او ملوخيه بيروتيه. لما نقول ملوخيه بيروتيه بالدجاج يعني على طول هي كده، زي التبوله. لما نقول تبوله هو ده. ملوخيه ورقيه يعني ملوخيه دي ورق. سيبيها في النار كده يا اختي لغايه لما نعمل التركايه الاخيره. ايه التركايه الاخيره يا عم الشيف؟ احنا مع بعض اهو، واحده واحده. طاسه صغيره تسخن معانا جامد. حلو، طاسه معايا. شوف انا هعمل ايه دلوقتي. الله، شويه الشوربه الحلوين يلا معانا. ايه الصورة دي؟ ايه الجمال ده؟ الله يبارك لك يابا. زي ما انا شغال كده. يا ويلي يا ويلي يا شيف، هو ده. خلص الأكلة اللي خدت شغل كتير قوي. جاهزة. شفت الملوخية؟ تاكلي صوابعك وراها يا أمي. نغرفها كمان ونخلص منها؟ يلا بينا. ملحها ظابط؟ طبعا. شويه فلفل، شويه الملح، مش محتاجه. نغرفها مع بعض، يلا بينا. هنا ده مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعمل السلطه، طبق بتنجان مخلل، السلطه زي اللي اعملها دلوقتي مش هتقول لا، اختياري يعني. يلا مخرجنا، يلا يا حبيبي. بتحب انت الحاجات دي انا عارف. بص الشقاوه، بص على الحلاوة، هو ده. يا ويلي، ايه ده؟ يا ألف أنا وشيفة. كل ده ألف أنا وشيفة للي ياكل. خدتش وقت، ما جبناش المخرطة، ريحنا المخرطة المرة دي من الملوخية. نروع الطبق بتاعنا. زي ما قلت لحضراتكم، عايزه بقى تجودي والشغل الريف السوري والريف اللبناني. هتجيبي بصلايه تشويها، بصلايه اللي هتشويها دي يا امي تشويها جامد، تاخديها تضربيها في الكبه او في الخلاط، تضربيها في قلب الملوخيه مع اللي انا عامله ده، بقيت احسن مني. حلو الكلام؟ مطبخنا على شاشه القناه الاولى، بساطه سهوله مرونه. عملنا ملوخيه ورقيه او بيروتيه بالدجاج، عملناها على اصولها. عايزه تجودي وتبقى احسن مني، اعملي الفكره اللي بقول لك عليها دي كده، بصلايه تشويها بالقشره بتاعتها في قلب الفرن او على عين البوتاجاز. لقيتها اتشوت وبقت هريسه كده، تضربيها تقشريها وتضربيها في قلب الكب. بقى عندك بوريه من البصل المشوي، تضربيها في قلب الملوخيه زي ما عملت مع الفلفله الحلوه دي. تاكلي صوابعك وراها. دي الملوخيه،
معانا رز بالشعريه يتقدم بشكل تاني خالص، لانه عدل الملوخيه مع الفراخ، وعملنا سلطه لطيفه وجميله بتفيد الكبار السن والاطفال. مطبخنا بساطه، سهوله، مرونه، اقل تكلفه بنفس المكونات ولكن بشكل تاني وطعم تاني. رؤية فن ابداع بتشوفه كله مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.